اليوم الحقيقة المواطن السوري عم بيواجه أزمة كبيرة اقتصادية متعددة الأسباب. طبعا واحدة من بيناتها هي الأسباب اللي انطرحت حاليا، هي موضوع السكن أو موضوع الخيام والمساكن. بصراحة اليوم المواطنين عم بيدفعوا ثمن تصعيد المعركة أو الحرب في سوريا، وتدفيع المواطنين ثمن هالمعركة مش كورقة تفاوض، سياسي. هذا الثمن اللي عم نشوفه حاليا. خلال السنين الماضية التبرعات الدولية لسوريا كانت بحوالي مليار ونص دولار أو مليارين دولار، هذه كانت التبرعات الإنسانية، وهذه الأرقام غير قابلة على الأغلب للزيادة. فعم نشوف المشاكل المتكررة بكل شتي مثل ما ذكر الأستاذ عارف. المشكلة اللي زادت هالشتي هذا هو الأزمة الاقتصادية الموجودة حاليا بالداخل. يعني بدي أبدأ من خلينا أخذ من طرف المواطن حتى نحكي عليه. اليوم الخيمة عم بتكلف تقريبا حوالي 500 دولار. هالخيمة قادرة على الاستمرار تقريبا خلينا نقول سنتين. الغرف المسقوفة، يعني الغرف اللي مثلها طلع بالفيديو، اللي هي حيطان بلوكات مسقوفة بزنك، بتكلف 800 دولار. طبعا بتحل نوع من المشكلة أكثر. المشكلة إنه إحنا عم نعيد نفس المشاكل الموسمية مرة مرة ولا مرة ولا مرة بدون أي حل على الإطلاق. يعني عم نرجع ننتج نفس المشكلة مرة أولى ومرة تانية بسبب غياب أي أرضية لوجود أي حل مستدام على المناطق الحالية الموجودة. في مشاكل قانونية لازم تنحل، في إعادة دراسة أو إعادة صياغة الاستجابة لموضوع السكن، التنظيم العمراني إلى آخره. الموارد الموجودة حاليا بسبب أسلوب إدارة الأمم المتحدة للأزمة بسوريا عم ترجع بتعيدنا لنفس المشكلة بكل سنة أو كل سنتين تماما بنفس المشكلة. فأنت بالأخير هالمليارين دولار بدل ما تكون باستجابة ممكن تدوم 10 سنين، عم نشوف كل سنة عم ترجع تنعاد نفس الأزمة على المواطن، وبدفع ثمن هو قرارات سياسية موجودة على مستوى على الصعيد الدولي.